مساكم الله بالخير. اليوم احنا في المعقل الدراسي على قولتهم اللي نتمنى كل عيالنا يوصلوا له، هو جامعة الكويت بالخالدية. دعوني عشان احضر عندهم ايفنت، او عندهم مثل مسوين نادين البنيات يطبخون وكذا، فانا نادوني قلت لكم انا ما لازم اطبخ لكم، فتشرفت فيهم وفي ايتهم. وعشان اختصر عليهم الوقت والشول والدنيا، فيبنا الرايس كوكر، احنا بنطبخ اليوم كله في الجدر الكهرباء، ونسوي نوعين برياني، برياني اللي هو الابيض اللي هو مثل حيدرابات، وبرياني الثاني اللي هو برياني الكويت اللي كل شيء فيه. وسرعة بالتحضير سلقنا الدياي، صدور الدياي بروحهم. أنا أي ربة بيت عندها شغل بسرعة تسلق دياي وتخليه، مجرد تسوي هالحمسات اللي بقول لكم عنهم. طبعا بالبداية بدام هذا مع الحيدر أباد نبي لازم ماستر سيت ونحطه، لما يطلع صوته ماستر سيت اللي هو حبوب الخردل، وبهار عدل اللي هو دارسين، ورق الغار، وشوية هيل، ومسمار، والستار. هذه كلها نحطها أول شيء. هذه مكعبات إذا احتجناهم بنحطهم مرة النكهة. وعندنا بهارات مشكلة، دارسين وكركم وكمون وكاري، وعندنا هيل، وعندنا من كل شيء طبعا شيء مطحون وشيء عدل، وشوية ملح من حسب الرغبة. لا أحد يقول لي تحط ملح وايد، ملحنا على راحتنا. أنا مذوب هني زيت، وزايده ويا الزيت زايد ويا اللي هو دهن السمنه، او اللي نسميها احنا كلوريفايد بتر، اللي هم ياخذون الدهن الجامده عشان تعطينا نكهه احسن. مثل ما سوينا في هذا نسوي فخو نفسه، بس هذا من غير ما استرتيت، هذا حق برياني الكويت اللي هو شغلنا العادي. هم نفس الشيء، البهارات مشكله، دارسين وهيل ومسمار والستار والورق الغار. خليه بس يحمى ويطلع تطلع ريحته. هذا نفس الشيء، حمى وايد زين. على طول البصل كماري، ايش حق تسمك في حقرتيني؟ هذا البصل ياخذه كله، يبي له بصل وايد. هين اعطيني وين في بيز ثاني، في خرجه ثانيه، بيز ثاني. هذا صار الثاني، حطينا وياه نفس الشيء، بس بنحركهم هين شويه، ونضيف لهم البهارات مشكله اللي مثل ما قلت لكم. مثلا هذا البرياني اللي اغلب بيوتنا يسوونه، هو البرياني اللي لونه احمر، فبيصير فيه معجون، يصير فيه طماط، يصير فيه اللويه هذه كلها. هذا يصير لونه فاتح، ما يصير قامج، ويصير ويعطي طعم غير، لان بيضيفوا له بعد روب، يعني في تكنيك ثاني حقه. نخليه حمس. هذه الماجيه مره واحده وياها على قولتهم يسمونها المنكه. هذا نفس الشيء مع البهارات. وين البهارات؟ ثاني اعطني هذه البهارات. بنطر بس البصلة تحمس، ايوه، وتالي بنضيف هني المعجون الطماط ونحمسه ونحط له الدياي. هذا من غير معجون ولا الخضروات الثانية. نضيف له الزنجبيل هني، معجون الزنجبيل، وهذا نفس الشيء ضيفي، ايوه اوكي. وبعدين ثوم، وهذا الثوم، الحين شفتوا الجذور قامت تحمس، حمسي كماري هذا، وهذا بعد نفس الشيء. أظن وصلتكم الريحة.
لازم نحط هني معجون الطماطم حمسة، هناك الثاني ما في طماطم. هذا أنا عندي وايد الأشياء فيه متنوعة وأونس يصير طعمه، بس حرصوا دائما تحمسون المعجون عشان يطلع طعم المعجون طري ساعات يصير لا كنا يعني وانت تاكلين شيء تحسين شيء طعمه مو مستوي، فلازم ينحمس شويه. ها حطيتي بهني تعالي هالصوت ايه انا طلعت ريحته، حطي له الطماط في بطنه. اعطيني الحين الدياي، احنا مسوين حق كل جدر كيلوين صدور دياي. بنحمسه وبنشيل منه عشان نخليه حق الوجه، ونخلي نصه ببطنه ونصه بنحمسه نشيل منه، بس ننطره يستوي شويه. هذا كذي اوكي مستوي وحمس. الحين الثاني، اعطيني الثاني. هذا الزنجبيل والثوم والبصل عدل؟ لا ابي البصل شو اسمه البصل اليابس، اعطيني شويه. اي اليابس، اليابس قرشه يبينا انت وياكم. ايوه طبعا هذا ما راح يصير فيه لا بطاط ولا يصير فيه، بس الدياي والحمسه، وهذا بيكون فيه كل الاشياء الثانيه. هذا من مثل طريقتهم هناك اللي هي بس حمسه والدياي، وناخذ من الويهه وتالي نزينه باللي نبي، مكسرات نحط فوقه، نحط فوقه بيض مقله، تحطين فوقه ورق النعناع. الحين يحتاج شنو؟ ورق نعناع وكزبر عشان تطلع ريحته مختلفه عن هذا. طبعا فلفل اخضر لازم، انا استخدمت بارد عشان لا احط حار ويؤذيكم. وهذا البصل الناشف. ايش عندي الحين يبا؟ وين النعناع؟ هذه النعناع في بطنه. وبعدين نحط شيء ثاني اللي هو الكزبره الخضراء. كل ابونا يعرف الكزبره الاخضر يعطي ريحه حلوه حق البرياني. اللي يخلص من القوات يشيلي، هذا شيلي بابا. بنضيف حق الحمستين عندنا هذا الكاري بيست وبرياني بيست، يعطيه نكهه وفي ماركات متنوعه بس تريح رايه البيت من هاللويه. هو كذي كافي، بس احنا زياده بتعزيز النكهه يعني عشان يطلع طعمه ازين. هذا برياني بيس وهذا الكاري بيس. امسك هذا حمسها، الحين بنضيف له الدياي هني. ها الملحين نزيده. اذا يبينا نحطينا احنا في مكعب، مكعب مالح. شفتوا هذا لونه شلون صار؟ هذه الحمسة جاهزة. أيوة من معطيني حل الجدور. إذا صرتوا بسفر أو بمكان خفوا من الإيدام اللي حمستوه خلوه، وخفوني وخلوه، وتبسوا بالعيش، وعقب حطوا الإيدام من فوق عشان يكمل سواوية. بس عشان اللي غرفتي واحد يقول انا ياني دام، انا ما ياني دام، انا طلعت لي ما طلعت لي، لا تظن ان الكل ياكل. ها
ما بيكم تقعدون مده طويله وايد. الحين كل اللي بسويه بغرف من هنا وبضيف الخضروات. كماري بعد شيلي من هذاك، هاي خذي الجذر الثاني الاخضر وشيلي منه. شوفوا شلنا منه مقدار اللي يكفي حق الويه العيش، هاكذا. عطيني انا سر. غطيه منك، خلينا مني. الحين هذا على طول بمرق عليه شويه وين الماي الحار. هات الخضره حطيها هني. اعطيني الخضره. عندنا البطاط مفيوح نصفه ومقله ويزر وبازاليا. ايه صار شكله ملون يونس كل شيء فيه. اعطيني هني حق هذا زعفران، بس زعفران قرشه، مو الماي، ماي الزعفران خليه هني، هذا بس زعفران. حبوا الفلفل، الو فلفل، فلفل حار، وهني قلبين فلفل حار. على طول بس بنحمس هذه يلا كتي ماي العيش. لان البطاط بطاط نص مفيوح فبيستوي مع العيش، واليزر ما ياخذ وقت سوى وايد. تقدرين تحطين اي خضره، اللي يشوفوني اي خضره تقدرون تحطونها البرياني. شوفوا شكله شلون شهي، وشوفوا هذا شلون لونه مختلف. حط الماي الحار هني. جوي سوينا ماي حار بسرعه فيها يلا. كم شيله؟ يلا بسم الله. هذا العيش منقع صار له ساعة تقريبا ومغسول وزاهر. على طول بس نحركه وياه ونزيد مايه إذا يبي ماي زود، ونزيد ملحه إذا يبي ملح زود. وين الزعفران اللي قلت أعطيني إياه الورق؟ هذا هني يبي له زعفران عشان يطلع ريحته، عشان تصير ريحة البرياني. وهذا في زعفران بطل اللي فيه، ايوه انا ما بغيت من هذا، بغيت من هذا الثاني. تمام بسم الله. بس كل اللي بسوي الحين بحط بعد العيش الثاني هني. اعطيني العيش الثاني. هذا العيش كل ابونا لما نسافر نوله على اللقمه، وهذه اسهل شيء يستوي بالسفر. طبعا ما لزوم تقلون الدياي، ماكو مقالي، كله بنفس الجذر. قصص الدياي اصغر خاصه الصدور ما ياخذ وقت، بنفس وقت الحماس تقدرين تسوينها. يصير عندك كذا نوع، يستوي مع الربيان، يستوي حتى مع اللحم الفيليه اذا تقصصين صغار، اللي هو اللحم على قولتهم البتلو ولحم العجل، ما ياخذ وقت سوى وايد. هم يستوي نفس الطريقه، يعني اللي يحبون اللحم يستوي وياهم على طول. بسم الله. هذا حار ما يبه
سويتي الثاني حار شبيتي؟ يلا خليه يشتغل أول إذا حار عشان أكمل الباقي. صبري كماري صبري أبي في جدر حطيت إنه ما يحار جدر وينه؟ أيوة أي بس صبي هذا فيه خلي صبي هذا فيه سوي واحدة ثانية يلا سوي ثانية بعد عشان أزايدة من هنا. على حسب عيشكم قياس الماي اللي تسمس عكسها تقول العيش كثر الماي على حسب العيش. العيش البسمتي الزين ياخذ كوب بكوبين يعني كوب عيش كوبين ماي. اللي فيه شويه نشا تقللين الماي واللي تبي الين تزيد شويه. سنذوق ملحه هذا يبي ملح زود ثاني قفشة حق الملح ضيفه وهذا ملح هيبي ملح نفس الشيء كاكا عندي قفشة الحين حركة آخر تحريكة عشان نخليه ترسه ويستوي مع بعضه ننطره لين يدش بيوته ونرش على وجهه الزعفران ونتالي نضيف له الحشو نوبة ثانية. ها؟ ما يزين ما يراهي حتى هذا ما يراهي ما نبي احنا نسل لي ام وليبر يعني مو حلو لي مره واحده. ساعطيني اشوف حطينا الروب وياه من ساعه نسينا نحطه بالحماس فشوفوا هذا لونه النهائي كذي بيصير. ولين من يشرب يدش بيوته عقب نصب عليه الزعفران. نسكر جذورنا وننطرهم لين ينتفشون بنصب عليهم الزعفران على وجههم وبالتالي نحط باقي الحشو فوقهم يتسكر وياهم. ونشوفكم بعد شوي. هذا شفنا هذا الشبيوت العيش على طول نحط ليدان ماله فوقه عشان نشيله عقب. اعطيني الزعفران بطل الزعفران وينه رضيتي؟ لا اعطيني قفشه نظيف الزعفران فوقه اعطيني هاي الباودر شويه هيل بودر فوقه خلي بس هني جاهز وشويه زبده فوقه هذا أول جدر بس ننتظره ينشف الماء يعني خالص هذا لأنه بطيء وطفى كذا مرة فخلينا الحين شوية لما يشرب ماء شوفوا قاعد يتقطق الحين لين شرب ماء أعطي الزعفران فوقه أعطني بعد ماء ماء حار وسلامتك ننطر شوية بعد
جهز بريانينا ولوادم ياعو. فبنشب اول برياني الحمر، شيل بس مثل ما قلت لكم الحشوه اللي حطيتها من فوق. نشيل بعد الزعفران هم يمه مي عشان نويه فيه. على قولتهم ميك اب ميك اب الجدر. صلي على محمد، لا اله الا الله، محمد رسول الله. ما شاء الله. وين اللي مسا المخرج يقول لي بالحكوكه؟ قال حكوكه. خير فضيل من رب العالمين. شفتوا يعني حتى اللي عندها عزيمه مو بس عندها بتطبخ حق عيالها يكفي الجدر راهي وياخذ. بس ذكروا اسم الله عليه وتبارك، العايشه بدل واحده تصير عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. اول الزعفران. يلا اعطيني مال الزينه. مشي لي هذا واعطيني عشان تشوف الثاني بسرعه. يلا بسرعه. يلا هذا جاهزين. اعطيني ملة صغيرة. ايوه خليها هنا. اوكي كذي
كزبرة قاصر عندكم واحدة هني واحدة هني اوكي في احمر كامل احمر كامل شوية كزبرة اعطيني نعناع ورق ردينا لكم مرة ثانية عقب ما خلصنا النشاب ونقول لكم هذه النقصة وصلت حق جامعة الكويت. احنا في اي كلية؟ كلية الهندسة. هذه عزيمتهم وهذه نقصتهم وصلت. ونقول لهم تفضلوا عليكم بألف صحة وعافية وسوينا لكم طريقتين البرياني الأحمر والبرياني الأشقر الثاني. الساعة ألف مباركة ونشوفكم إن شاء الله بألف صحة وعافية.